لا معليش غير خليه ريكوردي. السلام عليكم اخوتي احبابي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. معنا حاضر بقوه علي مانولو ابن مدينه بركان، مشجع النهضه الرياضيه بطبيعه الحال منذ الصغر ومنذ واحد الزمن طويل تبارك الله، وكنعطيه التحيه بهالمنبر هذا. الله يحفظك اخويا علي، شكرا بزاف على هذه التحيات ديالك وعلى التشجيعات ديالك بصراحه. مرحبا في سبيل النهضه البركانيه، مرحبا اخي. الله يحفظك اخويا علي. اليوم غادي نتكلموا بصراحه كي جاتك المقابله ديال النهضه البركانيه والرجاء البيضاوي، وكي جاك الحضور ديال اللعابه، وكي جاك الحضور حتى ديال الجماهير. بصراحه بغيت الراي ديالك اخويا علي في هذه القضيه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. بعدا كنطلبوا السماح بالجماهير البركانيه اللي كانت كتنتظرنا باش يكون رد الفعل مني ومن قنوري، الا ان الاشغال اللي كانت كترافق قنوري هي اللي خلاتنا ما نصوروش قبل اللقاء وبعد اللقاء، لكن اليوم اضطرينا اننا اليوم نسجلوا هذا الفيديو، هذه الحلقه هذه ان شاء الله. لقاء بصفة عامة، هناك تحكيم، هناك لاعبين، هناك شتم، هناك رمي قنينات، هناك عدة حالات شفناهم. هناك راديو مارس الذي تكلم عن النهضة البركانية ولم يعطي الحق لبكر الهلالي وللاعبي نهضة بركان والى اخره. كل هذا الشيء غادي نتطرقوا له، من التحكيم الى المدرجات الى خارج المدرجات، وكل حاجه كل واحد نعطيه الحق ديالو باش ما نظلمو حتى شي واحد. اذا اخي قنوري، كانت فريق النهضه البركانيه الرياضيه استقبل فريق الرجاء البيضاوي على الساعه 8:30 ليلا، الكل كان جالس، الامور على ما يرام. تحيه لرجال الامن الوطني لمدينه بركان اللي كانوا حاضرين، تحيه للحكيم بن عبد الله اللي حتى هو كان في المستوى، كان في اجتماعات مع الفريق باش ينتصروا في هذا اللقاء. تعرف فريق الرجاء البيضاوي خصو ينتصر باش يلتحق بفريق الوداد البيضاوي، كان فريق النهضه البركانيه خصو ينتصر كذلك باش يمشي للمراكز المرتبه الثالثه ولا الرابعه، كانت عده هذاك. اذا ندخلوا اللقاء 8:30 انطلاق المقابله، الحكم الصفيره الذي كانت وهو الحكم اللي قاد هذا اللقاء هي صفيره اسمه برقيه اللي لم يكن في المستوى. كنت انا نتمنى القزاز او جيد او الحكام اللي عندهم خبره لان هذه المقابلات خصهم تلعب بحكم ديال الخبره. الحكم برقيه كنشوفوا غادي نشوفوا اولا وقبل كل شيء الكره اللي عطاها الحداد باش تمرك البيت. نعم. هناك الفار نقاش مع الحكم، عيطوا للاربيط ولا الفار بعض دقائق. اذا كنعرفوا بان الحكم ما خصوش يرجع للفار. نعم. في الشرط هذه راه معروفه هذه. الحكم خصو بالميكرو يتصل بغرفه الفار. نعم. واش كاين شروط ولا ما كاينش شروط؟ نشوفوا باريس سان جيرمان ريال مدريد ما رجعش للفار. نعم. مباشره بالميكرو اورجو مبابي. هدف مبابي واش مشى للفار وعاد شاف غادي؟ لا ما شاف. السي علي راجع للخبره ولا نقص في الخبره ديال برقيه لم يكن في المستوى. غادي نتكلموا على الحكم برقيه، وغادي نتكلموا على اللاعبين، وغادي نتكلموا عندما انتهاء المقابله والى اخره. نعم. اذا برقيه علاش رجعتي للفار؟ علاش في الميكرو؟ واش هذوك اللي في الفار ماشي حكام؟ واش هذوك اللي في الفار ماشي حكام؟ هو يدير الخط ويقول لك اورجو ولا ماشي اورجو. اذا تعطى الهدف للرجاء البيضاوي، انتصر فريق الرجاء البيضاوي، النهضه البركانيه هودت عليهم. علاش النهضه البركانيه مي كانوا كيحتجوا عليك ما كنتيش كترجع للفار؟ ايه واش كيفاش؟ في جوج ضربات الجزاء برقيه، ما رجعتيش لهم كتقول له جوي جوي جوي، هنا كتستفز اللاعب. كيفاش؟ إذا فاش كيمشي عندك الكابيتان كيقول لك رجع لي للفار. أنا بعدا مرضت بعدا صار. وي فاش كيقول لك رجع لي للفار الحكم الكابيتان خصك ترجع للفار، ما عندك ما تخسر. إيه واش الرجاء البيضاوي. نعم. قالوا له رجع للفار راك تشوف، كان قال أورجو، فالتالي قالوا له رجع للفار، بقى كيهضر مع الفار، ضاروا به متولي الحداد كاع اللعابة ديال الرجاء البيضاوي، إلا أنه رجع للفار وقال لهم هدف لفريق الرجاء.
البيضاوي. علاش النهضه البركانيه برقيه ما كنتيش كترجع انت واحد الحكم اللي خصك باقي خصك عاد كيفاش كنقولوا نتمنى هاد الاخطاء ما تعاود لهمش. ما غاديش نقولوا فاشل وانما فشلتي في هذا اللقاء هذا فشلتي في هذا لو كان جيد لك غادي تكون واحد المقابله وخص يكونوا صفرات ما خصش هذاك لا في البوندوت ولا واحد النهضه البركانيه ولا فريق وخصني انا ما نيرفيش اللي جوار ما نيرفيش اللعابه علاش نيرفيهم جات ضربه جزاء ضيعناها اللاعب ديالنا ما خصوش هو اللي يقذف ضربه جزاء خصو هناك النمساوي هناك اللاعب محمد عزيز اللي ديما كيقذف في ضربه الجزاء المهم ضيعنا ضربه الجزاء في 97 قول لي بالنسبه للجمهور غادي نرجعوا للجماهير غادي نرجعوا حتى انتهى اللقاء ضيعنا ضربه الجزاء في الدقيقه 97 مشينا صافي متولي كيقول لك متولي ما دار والو راديو مارس تتكلمون عن متولي كأنه مارادونا تتكلمون عن متولي كأنه ميسي كأنه روبرتو باجيو كأنه وكأن لاعب فقط متولي ولكن بين متولي أنه بالنسبة لي أنا كمشجع بركاني متولي والله ملعب زيرو. أنك تحتفل مع الجمهور الرجاوي على رأسنا وعينينا ولكن تمشي تستفز الجماهير البركانيه فحشو فهذا عيب وعار انك كتحمل شاره القياده وانت هو المدرب الثاني في وسط الميدان وكتمشي عند الجماهير البركانيه بالايدي ديالك وبزاف ديال الحوايج وراديو مارس كيتكلمون يقولون ان متولي ما دار حتى شي حاجه ما مشاش عند الجمهور البركاني هناك فيديوهات اللي كتوثق كتوثق هذا الشيء بان داروا حنا كجماهير كنا كنشوفوا في متولي مين مشى بقى كيدير لهم هكا بقى كيدير لهم هكا الجماهير البركانيه فهذا عيب متولي عيب اصاحبي عيب عندك ولدك عندك توا غادي يكون في الاكاديميه كنا مع العائلات الناس غادي نرجعوا غادي نمشيو متولي الاحداد للبكر الهلالي والى اخره عندك اخلاقيه ديك الحركات غير اخلاقيه ماشي ديال الرياضه حتى الجامعه الملكيه ما ضربتش من حادي 3000 درهم السوق 3 المليون داروا لكم 3 المليون اي لاعب يقدر يدير هذيك الحركه دابا اي لاعب الجامعه تشجع هذا اللاعب واللاعب الاخر بانه غادي يدير هذيك الحركه الغير اخلاقيه جوج الماتشات عاطينا وكان في اوروبا يعطوك 5-7 الماتشات وشو شحال غادي تخلص مليون وشو شحال غادي تخلص بمليون مشى عند الجمهور البركاني واستفز اخي قنوري استفز انا كنت كنشوف فيه مشى عند الجمهور ديال الرجاء وبقى بصحتك احتفل مع الرجاء احتفل مع الرجاء البيضاوي ولكن خصك تحترم الشاره ديال القياده متولي او لا خصك تحترم راديو مارس ما هضرش على هذا البركان هضر على بكر الهلالي بزاف لا متولي مشى عند الجمهور ديال البركان راجعوا الفيديوهات راجعوا شنو وقعوا في مستودع الملابس راجعوا شنو وقع في مجيت البوندوت واش دار النهضه البركانيه والرجاء البيضاوي والراجعوا احداد بينت اليوم انك انت تحت متولي تحت الصفر ما تستاهلش المنتخب الوطني فنتمنى الناس اللي كدير بحال هذا سواء متولي ولا اي لاعب في المغرب الا كان كيدير بحال هذا الشيء نتمناو ما يناديوش عليه المنتخب الوطني فنتمناو هذا يكون عقاب ونتمناو باي مدرب ما يعيطش لهاد اللاعبين اللي كيسيئوا للرياضه البركانيه والكره المغربيه بصفه عامه تخيل بغيت نعرف واحد الحاجه برقيه علاش كترسلوا اللاعبين يسخنوا قدام بحال اللعبه ديال الرجاء كيسخنوا قدام الجمهور ديال البركان واللعبه ديال البركان كيسخنوا قدام الجمهور ديال الرجاء البيضاوي ما فهمتش انايا استفزاز يمكن ياك قال لك القنينات كانوا كيضربوا بالقراعي واش كتعرف بان الجمهور ديال الرجاء اكثر من 20 دقيقه هو كيرمي القنينات على اللعبه ديال البركان بدون تدخل الفار بدون تدخل حكم الشرط بدون تدخل حكم الوسط بدون تدخل الحكم الرابع اللي خصو حتى هو يدخل في هذا الشيء هذا قنينات بالجمله محشومه كاع الاف القنينات اخلاقيه
آلاف القنينات. هذه الرياضة، هذه كرة القدم، هذه هي 90 دقيقة فقط. نعم. قلتوا معنا جماهير الرجاء البيضاوي، قلتوا معنا في المنصة الشرفية الرجاء البيضاوي، عادي 90 دقيقة. الله يعاون الله يعاون. ولكن أحداد باش تجي عند الجمهور وتشير بالاصابع ديالك وما بغيناش في الفيديو نقولوا شي حوايج اللي درتيهم للجمهور بحجرك، بغينا نقولوها بحجرك باش يعرفوا راديو مارس. فهم راديو مارس راه مشى أحداد عند الجمهور ديال بركان ودار بحجره، راكم عارفين ما تكلمتوش عليها بهذيك الحياديه. هذه راه ما فيهاش رجاوي ولا بركاني ولا ودادي ولا ولا فتحي ولا منا ولا ما كان حتى شي واحد هنا. حشومه عيب، راك في ليكيب ناسيونال، راك لعب في الزمالك اصاحبي، راه حشومه والله الا عيب حداد اصاحبي. واستفز الهلالي وتبادل الضرب وضربني نضربك وتكرفيت. قال لك اسيدي الجامعه الملكيه كتعاقب الجمهور النهضه البركانيه لرمي القنينات. اوكي راه الاف القنينات، راه بركان يقدروا يكونوا رمال. انا نعطيكم نعطيكم لهذاك متولي كيوقفوه جوج الماتشات ويخلص 3 المليون. توقيف توقيف فريق توقيف الحداد 3 مباريات ويخلص 3 المليون. توقيف بكر الهلالي 3 مباريات ويخلص 3 المليون. توقيف نهضة بركان بمبلغ الاقتحام الجماهير، ما شفنا شي اقتحام، ما شفنا شي اقتحام. فالجامعه ربما ونتمناو يعاودوا لهذاك بعض الجماهير الرجاويه، واحد ولا خمسه ديال الدراري كانوا دخلوا ورجال الامن دخلوا في المكان المناسب ورجعوهم للتريبين. تغريم فريق النهضه البركانيه ب 5000 درهم للرمي بالقنينات. منذ بداية تسخينات لاعبين ديال النهضة البركانية والجماهير الرجاوية ترمي بالقنينات. علاش؟ جمهور عالمي. لاعب كونترا رونالدينيو، كونترا البايرن ميونخ والى اخره. فانت جمهور عالمي لاول مره اخر قنوري نشاهد فريق الرجاء البيضاوي حتى تسجل هدف. عاد شفنا الجمهور ديال الرجاء البيضاوي، شفناه في 30 دقيقة جمهور الرجاء منذ تسجيل الهدف الأول اللي تسجلوا تسجل في دقيقة جوج متولي بقى ساكت الجمهور حتى تسجل الهدف الثاني عند الجمهور بين هذيك سميتو. كيفاش هذه التالية تغريم؟ هذه تغريم تغريم فريق الرجاء البيضاوي ب 5000 درهم زيد، والنهضة البركانية حتى هي ب 5000 درهم. هذا شكون اللي خلص هذا 5000؟ الرمي 5000 درهم كتخلصها يمكن الفرقة، الفرقة هي اللي كتخلصها، الرئيس على ما أظن الرئيس. الجمهور اللي كان يرمي بالقنينات. وداروا على بركان وداروا على كذا. يعني داروا على بركان وداروا على الرجاء البيضاوي. بقوا كيرميو بالقنينات، فهذا حشومة عيب عيب ولا لا؟ تفرج الكورة الإنسان جاي يتفرج الكورة. انا دخلت تفرجت 90 دقيقه وجيت لدارنا كان جمهور الرجاء البيضاوي اللي كيفاش كنقولوا داروا الصداع قسما بالله العلي العظيم الى 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 خرجوا بالملعب قبل الماتش. اكثر قبل ب 10 دقائق ولا ربع ساعه خرجوا للماتش. اللي كيدير الصداع ما عندنا ما نديروا فيه. بركان ملوك الشرق، اسياد الشرق اللي كيجيو كنرحبوا به ياكل يشرب يتغدى ويدخل للتيران. واش كاين بحال جمهور الوداد البيضاوي، اتحاد طنجه، الفتح الرياضي، عده جماهير، حلالة بويز، قنيطره، الالاف الالاف ولا قنينه في التيران ولا حتى واحد تهز في لومبيلونز ومشى ولا 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 اخره. تكسير السيارات اخي قنوري علاش؟ علاش؟ الجامعه اخطات اخطات في التوقيت. اخطات في التوقيت 8 ونص الليل بحال هاد لي ماتش هادو اديرهم مع الجوج بحال السنغال الجوج الربعه كاع الربعه ديال العشيه الماتش يتلعب. كاينه الربعه ديال اللعب ما نديروش مع 8 ونص، هادو ماشي ديال 8 ونص الليل.
كاينه وجاو هرسوا الطوموبيلات وبقاو كيهرسوا الرجاء البيضاوي الطوموبيلات الناس اللي واقفه ضربوا 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 مراه بالحجره حشومه عيب. علاش مراه شنو دارت لكم مسكينه؟ والله الا حشومه. واش دارت لكم؟ واش دارت لكم هذه المراه مسكينه تمشى في الطريق وتضربها بالحجر؟ ايوا فنتمنى من السلطات المحليه باش تضرب من حديد حتى هي. اللي تشد يدير شي حاجه يسافطو. كنشوف حلقه قصيرين تقريبا اللي كيدخلوا لها الماتش. حتى دابا الكبار هما اللي هرتوا حنا الجرده اخي قنوري. والله الا هما اللي هرتوا الوطن. حشومه كاع. كبار اصاحبي حشومه عيب. خلينا حتى مدينه خصو يقرا وخصو يتعلم وخصو يتعلم. نتمنوا بالقصيرين تعلم اولدي تعلم تعلم قرأ تعلم قرأ. الحياه ديالي مشات تشجيع كره السله كره القدم كره اليد ما عمرو اخي قنوري شي واحد اداني من طنجه للقويره. يلا الانسان اخويا اخويا علي دوك الانسان من قاصر وكيدخل الماتش وكيبقى يهرس وكيبقى يدير الشغب وكذا شنو غيستافد؟ ما عنده ما يستافد. ما عنده ما عنده ما يستافد. ويزيد يوسخ الناس معاه و... ما عنده ما يستافد. حشومه صافي تفرجتوا الرجاء ربحت بصحتكم صافي نشوف حالنا. وتصفيقه تحيه رياضيه لجماهير البركانيه جو اورانج بويز بينات انها برافو عليكم. برافو عليكم. حتى الجمهور راه تبارك الله. اسكتوا جمهور الرجاء اسكتوا جمهور الرجاء منذ البدايه الى النهايه. واللي ما تقنيش يعاود الفيديو يعاود الفيديو يعاود الماتش. الحمد لله كل شيء في اليوتيوب. هذه واحد التحيه برافو للجمهور. برافو الجمهور البركان كامل. كاينه كاينه صغار كبار اناثا ذكورا نساء شيوخ. برافو برافو حكيم بن عبد الله زيد خدم. كاينه قال لك المدرب المدرب الحالي ديال نادي البركان كاين اللي كيقول خصنا نجريو عليه كاين اللي لا فضل هو ماشي هو هذاك. شكرا للحكيم بن عبد الله مع راديو مارس اللي كنتكلم عليهم على المدرب مش هذا هو الوقت. ما عندك حتى شي فكره باش نجيو حنا على المدربين البراكنه كنرحبوا باي مدرب كنرحبوا بهذاك. باقي لنا بطوله افريقيه اخي النوري باقي لنا في كاس العرش باقي لنا عاوتاني البطوله خصنا التروازيام ولا الدوزيام حتى هي نتيريو عليها وان شاء الله يكون الخير اخي النوري. ماشي هذا هو الوقت ماشي هذا هو الوقت صاحبي حشومه عيب. فراديو مارس تكلموا 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 بحياديه تكلموا بحياديه. انا فاش فاش هذاك حشومه بقاو ما دار والو لا لا حقا واتصالات في التليفون منا هذه احداد يضرب مع مع الهلالي. الهلالي برافو عليك. الهلالي ما بغاش على مدينته ولكن ماشي راه ما يمكنش واحد تستفزو ما يمكنش واحد ما دير له حتى شي حاجه ويجي يتعدى عليك. الهلالي راه ماشي تد على احداد ولا وانما حشومه دير هذيك الحركه للجمهور. صافي كملت نخرج نخرج صافي نمشي بحالي الفيسيار ونفرح بالفيسيار. ريال مدريد احتفلت في احتفلت بعد الثواني امام الجمهور اخي قنوري واحتفالات اللي كانت عارمه كانت في مستودع الملابس. احتفالات عارمه يتساقطون يضحكون يصفقون يرقصون و و و و الى اخره. شوف الاحتفال كي داير صاحبي وربحوا باريس سان جيرمان بميسي ونيمار وفيراتي و و و و الى اخره كاع ودخلوا الفيسير وفرحوا وكذا وهزوا الطوموبيلات ديالهم ومشاو في حالهم. ومتولي كيعطي كيستفز والاخر كيعطي بالحجر ديالو للجمهور. تحيه للامن الامن اللي يومين ما نعسوش يومين مورا الماتش عاوتاني وقعت الكارثه والى اخره. فراديو ماتش نتمنى ونتمناو لانكم لانكم كتمثلوا واحد الراديو اللي هو كيسمع له كاع المغرب وكيسمع له كاع العالم. فنتمناو بانكم تعتذروا للجمهور البركاني واللي دار شي حاجه خصكم تقولوها سواء ابن بركان ولا ماشي ولد بركان سواء رجاوي ابركاني او فاسي هما كيجيو. شفتوا نهار اللي جاو العام الاول عندنا الجمهور ديال الوداد البيضاوي الاف اخي قنوري الاف. نعم وكل شيء فطروا المغرب رحبنا بهم فطروا المغرب جلسوا ومشاو في حالهم المدينه في الدار البيضاء عز ورضا وياك بيضاء. هادو الرجاء والاخرين بيضاء والاخر الوداد. هادو الرجاء والاخرين الوداد كيفرقهم غير اللون والاخرين كيلعبوا بالاخضر والاخرين كيلعبوا بالاحمر. واش الوداد ضربناهم تعدينا عليهم على اي فرقه في المغرب واكادير وزيد وزيد الى اخره. المهم اخوان
القصيرين الله يخليكم الله يخليكم. تفرجوا تفرجوا وسيروا في حالكم تفرجوا، ما نهز لا حجر لا والو. ومدينة بركان دابا مكلاسي راه مكلاسين من لا تروازام، دابا دابا مكلاسين من لا تروازام. دابا كاين الوداد الراجا بركان احسن الجماهير. اذا ختامها مسك، نتمنى الرساله توصل للراديو مارس والجمهور البركاني. تحيه الاورانج بويز، تحيه لخويا رضوان العراس اللي مشى للديار الاوروبيه في باريس، تحيه لسفيان بالعيش، وتحيه ليوسف العراس، وتحيه لك اخي قنوري خاصه، وتحيه الاسود الحضور ديالك، وتحيه الاسود المحال اللي صورنا معاهم التيكواندو، حتى التيكواندو رحنا معاهم، وتحيه المنير العامري، وتحيه الجماهير البركانيه بصفه عامه، واي واحد جا لبركان اخي قنوري بهذا المستقبل الفيديو مرحبا به في مدينه بركان. ونتمنى تكون الروح الرياضيه وكيجو بيان كيغان، وتحياتي ونتمنى كنا درنا عليكم الروطار ولكن كنعتذروا منكم بهذا المنبر هذا. تحياتي اخي قنوري. تبارك الله عليك اخي قنوري، تحياتي.